نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية شدد المركز على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماما وخالية من أي آثار للمبيدات أو الكيماويات ويتم اخضاعها لعمليه رقابه وفحص دقيقه ومحكمه من قبل الهيئات الرقابيه للتاكد من مطابقتها لكافه المواصفات القياسيه مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الاخبار المغلوطه مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسميه